أهلا بكم. تخطو فلسطين خطوات متقدمة في مجال إدارة النفايات الصلبة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لهذا الموضوع، لكن ما هي التحديات أمام ذلك، خصوصا أن هناك استراتيجيات لإدارة النفايات الصلبة؟ كانت هناك استراتيجية من عام 2010 وحتى 2014، الآن نحن أمام استراتيجية جديدة من 2017 وحتى 2022. الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق: هل ستتحول النفايات في فلسطين كما بعض الدول والنماذج الناجحة؟ هل ستتحول النفايات إلى ثروة؟ ما هي أبرز معالم وملامح الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة؟ في هذه الحلقة مشاهدينا، اسمحوا لنا بالترحيب بضيوفنا في هذا المكان، بالسيد محمد حسن جبارين، وكيل وزارة الحكم المحلي. مرحبا بك. يا مرحبا بكم. نرحب أيضا بضيوفنا الذين سيشاركون الحديث في هذه الحلقة، وهم أيضا متخصصون في هذا المجال وأعضاء في الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة. مرحبا بكم جميعا، بالتأكيد سيكون الحوار شيقا وستثرون الحوار بشكل كبير للحديث عن هذا الملف الهام. أهلا بكم جميعا. في البداية مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، دعونا نتوقف مع هذا التقرير نتابع فيه ما الذي تحقق في مجال إدارة النفايات الصلبة في الأعوام الماضية. هل فعلا حققت فلسطين نجاحات في هذا المجال، وما الذي تطمح فلسطين لتحقيقه في المستقبل القريب؟ نتابع. ركزت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الأعوام من 2010 وحتى 2014 على التخلص من المكبات العشوائية في الأراضي الفلسطينية التي يتجاوز عددها 150 مكبة، وبدأ العمل على إيجاد البدائل المتمثلة بتوفير مكبات صحية مجهزة بمعدات وتصميمات تهدف للتخلص من النفايات دون إلحاق الضرر بالبيئة والإنسان. أبصرت النور مجموعة من المكبات الصحية، مكبه زهرة الفنجان الذي يخدم منطقة شمال الضفة الغربية، وفي السنوات الأخيرة أصبح يستقبل النفايات من محافظة رام الله والبيرة في ظل استمرار تعطل مشروع مكب النفايات في منطقة رمون شرق المحافظة. مكب آخر أبصر النور في منطقة أريحة والأغوار على مساحة 16 دونما جرى توسيعه وتأهيله في 2016 بتكلفة وصلت قرابة مليوني دولار. هذا المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لوقف استخدام المكبات العشوائية واستخدام المكبات الصحية فقط. أود أن أشير إلى أن هذا المكب يستقبل النفايات من مناطق جنوب محافظة أريحة والأغوار، بالإضافة إلى جزء من مناطق شمال الأغوار، ونحن بصدد كما قلت يعني البدء بعملية فصل النفايات، وكذلك يوجد لدينا محطة لتحويل النفايات إلى سماد عضوي. المشروع الأضخم كان في قرية المنيا قرب بيت لحم على مساحة 250 دونما، وخصص لاستقبال النفايات من محافظات جنوب الضفة الغربية، ويستقبل قرابة 900 طن من النفايات يوميا، ويراعي المعايير العالمية في طمر النفايات ومعالجتها بطرق آمنة صحيا وبيئيا. ليس هذا فحسب، بل تطور العمل هنا إلى إنشاء محطة للفرز بعد إغلاق غالبية المكبات العشوائية في الخليل وبيت لحم. خلال هذا المشروع تم إغلاق جميع المكبات النفايات العشوائية وإنشاء هذا المكب المركزي. لا نستطيع أن نفرز جميع النفايات الواردة إلى المكب، يتم فرز ما نحو 150 طن يوميا من النفايات، بحيث يتم فصل هذه النفايات، نفايات البلاستيك، الحديد، الألمنيوم، الورق، الكرتون، النفايات العضوية أيضا. ومع ولادة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة من 2017 وحتى 2022، يبقى السؤال الأبرز: هل ستصل فلسطين إلى مرحلة تكون فيها خالية من المكبات العشوائية وتنتقل كليا إلى المكبات الصحية؟
أهلا بكم من جديد. نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مع السيد محمد حسن جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي. أستاذ جبارين، بعد الترحيب بك ثانية وبضيوفنا أيضا، هل لك أن تطلعنا في البداية على أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة؟ شكرا لكم على هذا اللقاء أولا، ويعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وبزملائي بالفريق الوطني للنفايات الصلبة في فلسطين. حقيقة هذا الموضوع يعني يأخذ جل اهتمامنا بوزارة الحكم المحلي وبالفريق الوطني وبشكل عام في الحكومة الفلسطينية. لذلك يعني كان في عندنا استراتيجية 2010-2014، عملنا بموجبها بشكل يعني حثيث وبشكل مستمر. تم إنشاء عندنا مكب نفايات زهرة الفنجان، أيضا مكب المنيا لمحافظتي الخليل وبيت لحم. لحتى الآن حقيقة لم ننجح بالمكب الثالث المفترض أن يكون ضمن استراتيجيتنا وخطتنا، وهو مكب منطقة الوسط ويسمى مكب رمون. مكب رمون يعني مكب هل رمون حكم عليه نهائيا الآن؟ لغاية الآن لم ننجح في إتمامه، ويعني أنا بنشوف أنه هذا الموضوع لا زال يعني يأخذ بين المد والجزر نتيجة اعتراض بعض المواطنين، وللأسف يعني أخذ أبعاد يعني وأشكال أخرى متعددة. لكن بعد انتخابات المحلية لهذا العام، بعد استقرار إن شاء الله سنتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، مع كافة وزارات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن عودة على ما بدأت استراتيجية الحكم المحلي والتي تتماشى مع الخطة مع الاستراتيجية الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعني 2017-2022، يأتي هذا الأمر باهتمام بالغ، وبالتالي جاء أيضا ضمن شيء له علاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وهي التي أيضا يتم استغلال هذه الثروة المهمة جدا، وممكن أقول ثورة أيضا على ما هو سابق وما هو روتين، بانقلاب يعني ثورة أسميها، ولكنها حقيقة أيضا هي ثروة. النفايات الصلبة ممكن استغلالها بأكثر من، سواء بتوليد الطاقة الشمسية، سواء باستخراج يعني الغاز أو استخراج مواد خام أخرى، أيضا الريسايكل للعلاقة بإعادة التدوير. نعم، وهذا يعني موجود باستراتيجيتنا 2017-2022 إن شاء الله، وهي الاستراتيجية يعني حتى أكون صادق معك يعني بالمرحلة النهائية، وذلك لتصديقها من قبل مجلس الوزراء. لكن احنا يعني الان باللمسات الاخيره، لان اخذت يعني دراسه عميقه من قبل زملائي في الفريق، من قبل خبراء ايضا، والخبراء يعني وخاصه ان لدينا خبراء ايضا اجانب، خاصه مؤسسه جايكا التي تعمل معنا باهتمام كبير. لذلك يعني احنا يعني شغوفين جدا ان يكون لدينا اليوم انقلاب بالفهم اللي له علاقة بالنفايات الصلبة، وهو استغلال الثروات الموجودة، بالإضافة أنه حابين نعمل نوع من التوعية، لو سمحت لي، نوع من التوعية المهمة جدا لدى المواطن ولدى المواطنة الفلسطينية. سنتحدث أستاذ جبارين عن هذه النقطة، التوعية. يعني أحد أهم مقومات نجاح الاستراتيجية هو حصول توعية بالقدر الكافي لدى المواطن. نعم. في هذا الإطار. نعم. إذا ما حدث التوعية من الممكن أن نتحدث عن نجاح كبير لهذا الأمر، لكن اسمح لنا بالتوجه إلى أعضاء الفريق الوطني والضيوف هنا. دعنا نبدأ من السيد إبراهيم عطية، مدير صحة البيئة في وزارة الصحة، وأنت عضو الفريق الوطني أيضا. أستاذ إبراهيم عطية، إذا ما تحدثنا عن هذه الخطة، تحدثنا مع السيد جبارين عن أبرز هذه الملامح، والعنوان العريض هو تحويل هذه النفايات إلى ثروة فعلية وحقيقية، لكن في وزارة الصحة كيف كانت مشاركتكم ودوركم في إعداد هذه الاستراتيجية؟ يعني احنا اعضاء كعضو في الفريق الوطني كوزارة الصحة بالتأكيد لها اهتمامات خاصة في موضوع النفايات الصلبة لما تشكله من أضرار ومخاطر صحية، ولكن في نفس الوقت
كنا حريصين كباقي الزملاء بالوزارات الأخرى بالمؤسسات الأخرى اللي شاركت، كنا حريصين أن تكون هناك إدارة متكاملة لموضوع النفايات الصلبة، بحيث لدينا طموح كبير جدا من ناحية التكامل والإدارة المتكاملة الاستفادة من هذه النفايات. لدينا تفكير وطموح وما وضع في الاستراتيجية طبعا أن يكون هناك من المنزل، يعني من التوعية، الفصل في المنزل، التخفيف على المجالس، على المجالس والبلديات بموضوع نقل النفايات، فصل النفايات والاستفادة منها، وكل هذا يعني هذا موضوع مهم جدا، ومن ثم إلى الاستفادة النهائية. وكنا نتمنى أن لا يتبقى شيء من النفايات الصلبة يرمى، كل شيء نستفيد منه. طبعا الموضوع وزارة الصحة لها اهتمام خاص في موضوع النفايات الطبية، وهي وضعت أيضا في الاستراتيجية. ممكن تعطينا لمحة بالضبط يعني وسريعة عن موضوع النفايات الطبية، كيف راح يتم معالجتها في إطار الاستراتيجية الوطنية؟ بالتأكيد، يعني هذا ما حصل بعد الاستراتيجية من الثاني، خلينا نقول، وبناء مكب المنيا، كان هناك إصرار أن يكون هناك معالج للنفايات الطبية، وفعلا تم بناء وحدة لمعالجة النفايات الطبية في الخليل، وهي تضم طبعا الخليل وبيت لحم الجنوب. هذا الجنوب، وهذا تم، وتم العمل فيه منذ سنتين، بداية من المستشفيات الحكومية والخاصة وعيادات الرعاية الصحية الأولية، والآن المرحلة الثانية للقطاع الخاص بشكل عام. هذا الجزء. الآن نعمل على وضع وحدة أو خلية لمعالجة النفايات الطبية في زهرة الفنجان، ومن ثم طبعا سننتقل عند النجاح بإذن الله مكب رمون إلى بناء وحدة لمعالجة النفايات الطبية. إذن هذه يعني وزارة الصحة ودورها في موضوع الاستراتيجية الوطنية. إذا انتقلنا إلى وزارة الزراعة، أستاذ حازم ياسين مدير دائرة الأسمدة والمخصبات في الوزارة، تحدث السيد إبراهيم وكذلك السيد جبارين عن موضوع فصل النفايات. فصل النفايات هو مفتاح أساسي لنجاح موضوع إدارة النفايات الصلبة. في وزارة الزراعة كيف ستعملون على تعزيز هذه الفكرة، فصل النفايات والبداية من المنزل، والمردود سيكون كبيرا على القطاع الزراعي، وأيضا سيكون له نتائج اقتصادية وكذلك بيئية؟ أسعد الله مساء الجميع، أهلا وسهلا. الحقيقة دور وزارة الزراعة ينبع من ضرورة، يعني كما تعلمون هناك النفايات العضوية تبلغ من 60-70% هي نفايات عضوية قابلة للتدوير، وهذا كم يعني لو جينا حسبناه ماديا وجهد هو ليس بسيط. ناهيك عن الكميات الهدر اللي بتروح من العناصر الغذائية القيمة اللي ممكن يستفيد منها النبات في حال تم تدوير هذه النفايات العضوية وتحويلها إلى كومبوست، سوف نستغني عن كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية أيضا التي نستوردها من الخارج، حيث هناك بيجينا طلبات لوزارة الزراعة أنه نستورد أسمدة عضوية من الخارج، وإحنا الأسمدة بإمكاننا أن نستغني عنها. هون نبدأ بالحديث عن الثروة، هنا صار في مردود مادي وثروة للقطاع الزراعي بالدرجة الأولى. صحيح، هي كما بدأت حديثك هي ثروة فعلا، إذا تم استغلالها هي ثروة مادية قيمة لا يستهان بها. أيضا احنا في وزارة الزراعة منشجع على إنشاء محطات الكومبوست، حيث هناك عندنا تقريبا 13 محطة كومبوست لإعادة تدوير النفايات الزراعية العضوية وتحويلها لكومبوست ثم طرحها بالأسواق. صحيح أن هذه المحطات لازالت يعني أقل من المستوى المطلوب من حيث الإنتاج ومن حيث المواصفات والكميات التي يستخدمها المزارع. إحنا بدورنا قمنا بإعداد مواصفة فلسطينية لتصويب وضع الكومبوست ليكون بالمواصفات العالمية المطلوبة ومنتابعه، وأيضا أصدرنا تعليمات إلى هذه المحطات حيث جزء كبير منها هي غير مرخص وتنتج كميات ونوعيات ليست بالمواصف المطلوب، ورسلناها حديثا وهي بصوب تصويب أوضاعها، وسوف نرخصها ضمن المواصفات والمعايير الموجودة في مؤسسة المواصفات المقاييس. نعم، إذن موضوع فصل النفايات العضوية والاستفادة منها لإنتاج الكومبوست هي أحد المحاور الرئيسية في هذا الإطار. سنكمل حديثنا مع بقية الضيوف، لكن بالعودة إلى السيد محمد حسن جبارين. أستاذ جبارين، دعنا نتحدث عن موضوع دور الشركاء في هذا الموضوع. إلى أي حد ممكن أن يحسم الشركاء مسألة نجاح الاستراتيجية من عدمها، وخصوصا نتحدث عن شريك
له تجربة رائدة في هذا الموضوع اليابان. حقيقة احنا يعني العلاقة وثيقة بيننا وبين مؤسسة جايكا اليابانية، ويعني ذهبنا كثيرا إلى اليابان، الفرق فنية، فرق إدارية، أيضا معالي الوزير ذهب إلى اليابان، أنا أيضا ذهبت إلى اليابان، يعني اطلعنا على التجربة اليابانية في هذا المجال، وهي تجربة يعني رائدة ومتقدمة جدا. جزء من زيارتنا حقيقة إن اطلعنا على كثير من مما يعملون به، ونحن الآن يعني بصدد أيضا يعني العمل كما يعملون، لا ينقصنا الكفاءات ولا لكن ربما تنقصنا بعض القضايا المادية أو الكثير من القضايا المادية، صحيح يعني لا بهذا أنا بحكي بهذا المجال، وربما أنه إحنا يعني نتحدث الآن ليش أنا حكيت ثورة، ممكن أنه نعمل إحنا انقلاب بما يتعلق أيضا بالمكب الجديد وهو مكب رمون، وهو أولا يختصر الأرض يعني يقلل مسافة الأرض المستخدمة، أيضا يعني يعيد الريسايكل مرة ثانية يعني إعادة تدوير بهذا الموضوع، أيضا بما يتعلق بالكومبوست ربما يكون أفضل بجودة أفضل مما هو موجود الآن في بعض المكبات. لذلك يعني إحنا الآن يعني سنستفيد من هذه التجربة، وخاصة أن اليابانيين يدعمونا في هذا القطاع بشكل 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 جيد. النقطة الأخرى وهي أنه يعني أنا بركز عليه الآن سواء كان بمكب زهرة الفنجان اللي يعني أنا باعتقادي مكلف جدا للبلديات، خاصة أن بلديات محلية في منطقة الوسط رام الله والبيرة وهي وبلديات الشمال كلها تذهب إلى زهرة الفنجان، وبالتالي أصبحت السعة الموجودة هناك سعة يعني لا تحتمل هذا، لذلك لابد من عمل يعني مكب منطقة الوسط، وسيكون بجودة أفضل وبإمكانيات أفضل وبطريقة أفضل وبالطريقة اللي احنا استفدنا من اليابان. ونحن بالأشهر القليلة الماضية عملنا مؤتمر له علاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وكان فيه يعني على مستوى دولي أيضا شاركنا في هذا الأمر، وفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص لعمل مثل هذه المكبات أو الاستفادة من هذه المكبات، وخاصة أن في بعض الدول تستورد النفايات الصلبة، فنحن الآن ضمن استراتيجية بدنا نحولها من نقمة إلى نعمة، لذلك إحنا حابين يكون في نوع من التوعية تبدأ من البيت والفصل يبدأ من البيت، بمعنى أني أنا أجي أعمل كمجالس خدمات مشتركة بالنفايات الصلبة سواء كان بلدية أو مجالس خدمات، كيف تبدأ بفصل هذا الموضوع من البيت، يعني ست البيت يعني تبدأ تفصل إنه بما يتعلق بالقضايا المعدنية بالشغلات العضوية هذا البلاستيكية، وهذا موجود يعني. نعم بالاستراتيجية اللي احنا بنتبناها 2017-2022. نعم، إذن هذه نقطة مهمة، موضوع التوعية وضرورة الفصل والبداية من المنزل. اسمح لنا سيد جبرين بالعودة ثانية إلى جمهورنا وأعضاء الفريق الوطني، نتحدث مع السيد عماد الصيفي مدير الرقابة على مصادر المياه في سلطة المياه الفلسطينية وأيضا عضو هذا الفريق. كيف ستحمي هذه الاستراتيجية بما نصت عليه مصادر المياه المتاحة لدينا، وهي بالمناسبة شحيحة جدا وقليلة جدا؟ شكرا لك على هذا اللقاء وهذا البرنامج. يعني أنا بداية بدي أحب أشير في البداية أنه مسألة النفايات الصلبة أصبحت في الآونة الأخيرة تأخذ اهتمام كبير من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لشقين. الشق الأول، نظرا لانعكاسات هذا القطاع النفايات الصلبة وأثرها السلبي على البيئة الفلسطينية، والشق الثاني أنه هذه النفايات الصلبة إذا تم إدارتها بشكل صحيح لها مردود اقتصادي على الوضع العام. قضية المياه، بالنسبة للمياه احنا بننظر للنفايات الصلبة من احد التحديات اللي بتواجه قطاع المياه في فلسطين، خاصة انه كما هو معروف انه مصادر المياه اللي بيعتمد عليها المواطن الفلسطيني تأتي من خلال المياه الجوفية، وهذه المياه الجوفية نأخذها من مصدرين، اما من خلال الينابيع او من خلال الابار الجوفية، والطبيعة الجغرافية والجيولوجية لمنطقة الضفة الغربية هي مناطق تغذية لمياه الأمطار، فإحنا بننظر للنفايات الصلبة بشكل هام أنه هذه وجودها
بشكل عشوائي ومن خلال مكبات عشوائية تؤثر على مصادرنا المائية من خلال تغلغل هذه الملوثات إلى المياه الجوفية، خاصة أنه الطبقات المتكشفة في معظم المناطق في الضفة الغربية هي طبقات تسمح للمياه في عملية التغلغل المياه وتسريبها إلى بطن. بالتالي وجود مكبات صحية يمنع هذا الأمر. إحنا بننظر في الاستراتيجية، بداية العمل على الاستراتيجية كان الهدف أنه مراجعة كل الأنظمة والتشريعات الموجودة في لدى المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الدور المؤسسي حتى يكون في هناك إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، وتم العمل على إعداد نظام إدارة النفايات الصلبة، وكان هذا يهدف إلى من خلال النظام إلى تقليل عدد المكبات العشوائية الموجودة في داخل مناطق الضفة الغربية، والذهاب إلى مكبات صحية تقوم على معايير تمنع بالأخير التلوث المياه الجوفية من خلال وجود هذه النفايات خلال هذا المكبات. هذا موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالمياه. دعنا نذهب إلى الصف الخلفي في الضيوف، وهم بالمناسبة يتقدمون موضوع الفريق الوطني. صفاء أحمد، إذا ما تحدثنا عن موضوع الاستراتيجية الوطنية وأنت مساعدة الفريق الوطني لمراجعة هذه الاستراتيجية والإشراف عليها، إيش الجوانب اللي شعرتوا أنها بالفعل ممكن تشكل عائق كبير أمام نجاح هذه الاستراتيجية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن أنظمة وقوانين وعدم تداخل صلاحيات وكل هذه النقاط؟ يعطيكم ألف عافية ويسعد مساكم. طبعا يعني ممكن دوري واضح لما نحكي مساعدة الفريق الوطني، معناته أنا يعني مسؤولة وتقع على عاتقي مسؤولية التنسيقات الكاملة والمتابعة والإشراف على كل الاجتماعات الدورية التي تعقد لتجمع كل أعضاء الفريق سوا مع بعض، ونقدر نجمع كل الملاحظات وكل متابعاتهم وكل تدخلاتهم لهذه الوزارات وندرجها ونحطها بالاستراتيجية الوطنية ونحصل بالنهاية على النسخة النهائية. كعقبات ممكن الوقت، يعني إنه يعني كل حدا في أطراف وأعضاء الفريق الوطني ممكن يكون عندهم مشاغل و فإنه ممكن يعني لنقدر نجمع كل الأفكار كل التطورات كل الأشياء اللي عم بتصير، ممكن هذا الموضوع بياخد وقت شوي. وكمان انه يعني بالنهايه لما نطلع باستراتيجيه وطنيه لازم نطلع باكشن بلان، هاي الاكشن بلان اللي هي خطه عمليه المفروض تنفذ على ارض الواقع. فهذا من جهتي. شكرا صفاء احمد. سيد زغلول سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط في سلطه جوده البيئه وايضا عضو الفريق الوطني لاداره النفايات الصلبه. استاذ زغلول، لديك الكثير ما يقال حول هذا الموضوع، لكن نريد اختصار هذا الأمر بالحديث عن الأنظمة والقوانين. كيف تمت موائمة هذه النقطة مع الاستراتيجية الوطنية حتى تحقق أهدافها؟ مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين والحضور. يعني صحيح أنه الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في نسختها الجديدة واللي هي المعدلة للنسخة السابقة أو للاستراتيجية السابقة استمرت في معالجة هذا الجانب، وهو تطوير الإطار القانوني التشريعي الخاص بإدارة النفايات الصلبة، لأنه فعلا إحنا بحاجة إلى إيجاد إطار قانوني ناظم واضح وسلس ويحدد الأدوار والمسؤوليات من أين تبدأ كل مؤسسة وأين تنتهي، من أجل أنه فعلا نصل إلى إدارة سليمة وإدارة ناجعة وناجحة في موضوع النفايات الصلبة في فلسطين. ليش؟ لأنه إحنا موضوع النفايات الصلبة صحيح من وجهة نظر بيئية ووطنية أيضا أنه لم تعد النفايات هي مخلفات يمكن الاستغناء عنها أو التخلص منها بالشكل المتعارف عليه سابقا. النفايات هي أصبحت كما تفضلت في بداية البرنامج هي فعلا ثروة تحتاج إلى الاستغلال، وهذا ما هو متبع في معظم دول العالم الآن،
لأنه بالإمكان الاستفادة من هذه النفايات، خاصة إذا ما كان هذا الموضوع مؤطر قانونياً. إلى جانب القانوني هناك أيضا الإطار المؤسسي، واللي هو إحنا فعلا نحتاج إلى وجود مؤسسات قوية وقادرة على تنفيذ هذه الخطة أو هذه الاستراتيجية بأدوار واضحة وبإمكانيات. هناك مؤسسات تحتاج أيضا إلى تمكين في هذا الجانب، بالإضافة إلى القضايا المالية أيضا، لأنه برضو ما زال الإمكانيات المالية يعني غير متاحة بالشكل المطلوب. كذلك التعامل المالي مع موضوع النفايات الصلبة أيضا ما زال دون الحد المطلوب. فمثلا لما أنت بدك تيجي تحسب تكلفة مثلا إدارة النفايات الصلبة، الطن الواحد من النفايات الصلبة، هناك صعوبة في استخراج هذا الرقم مثلا من هيئة لأخرى أو من مجلس لآخر. ليش؟ لأنه النظام المالي المتبع هو يمزج أو يخلط ما بين إدارة النفايات وإدارة المياه العادمة، وما بين ما فيش وضوح في هناك حاجة وهذا لامسته الاستراتيجية ووضعته على سلم الأولويات، أنه بحاجة إلى توضيح أو تخصيص نظام مالي لهذا الجانب كي يساعدنا فيما بعد لاشتقاق الرقم كي نبني عليه. نقاط مهمة سيد زغلول سمحان. في المحطة الأخيرة سنكون مع السيد وليد الحلاقة، لكن قبل ذلك نتوجه للأستاذ محمد حسن جبارين. كيف يمكن تلافي كل ما ذكره السيد زغلول سمحان في الاستراتيجية؟ هو قال بأنها لامست كل هذه النقاط، لكن كيف سنضمن وجود الإمكانيات المادية؟ كيف سنضمن عدم التضارب بين المؤسسات، الإطارات المؤسساتية الموجودة لدينا؟ كل جهة تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي. يعني أنا باعتقادي أنه الفريق الوطني يجب أن يأخذ مسؤولياته الحقيقية كونهم ممثلين لوزارات دولة فلسطين، وأنا لا أرى يعني ضعف في هذا الجانب، وإنما أرى يعني القوة والمقدرة لدى الفريق أن يتولى هذه المهمة بشكل يعني يليق بالفريق وعمل الاستراتيجية. الاستراتيجية يعني كما تحدث يعني هي لامست كل الإشكاليات الموجودة. باعتقادنا أيضا من خلال شركائنا في هذا القطاع أيضا ربما أن يتوفر لدينا الدعم، وهناك دعم موجود لكن بحاجة إلى المزيد من خلال شركائنا، وبالإمكان أيضا يعني ليس فقط من خلال مؤسسة جايكا، يمكن كمان طريق أبواب أخرى في هذا المجال. وحقيقة أنه أيضا يعني هذا الجانب يأخذ اهتمام كبير ليس فقط لدى الفريق الوطني ولدى وزارة حكم محلي، وإنما لدى الحكومة الفلسطينية بشكل عام، لأن هذا موضوع مهم جدا، وبالتالي يعني ليس من باب فقط التخلص من النفايات، وإنما أيضا من خلال يعني عمل دخل جيد وتنمية حقيقية، خلق فرص جديدة. نعم، ليس للحكومة إنما للهيئات المحلية. نعم. التي هي بحاجة إلى دائما يعني زيادة دخلها، بحاجة إلى التخلص من هذه النفايات. بعتقد السنوات القادمة إن شاء الله المتطرق لها بالاستراتيجية سيكون هنالك نقلة نوعية فعلا ملموسة لدى الجميع ولدى المواطن ولدى المراقبين أيضا. نعم، نأمل ذلك. نتوجه إلى ضيفنا الأخير في هذه المحطة السيد وليد الحلاقة، مسؤول مجالس الخدمات المشتركة سابقا، تستطيع الآن الحديث وبتحرر في هذا الجانب. كيف يمكن بالفعل تحقيق إدارة ناجعة للنفايات الصلبة؟ أنت الآن في موقع من خارج الدائرة، أدرت هذا الموضوع سابقا وتستطيع التحدث بكل أريحية، ولكن ليس بوقت مفتوح، تفضل. مساء الخير، يعطيكم العافية. يعني أنا فرصة هاي إني بعد التقاعد إنه يكون لي هيك مشاركة في هيك موضوع كنت يمكن على قمة اهتماماتي. أنا رافقت الفريق الوطني ورافقت هذا الموضوع من حوالي 10 سنوات، وخلال 10 سنوات قمنا بتنفيذ الاستراتيجية الأولى اللي هي 2010-2014، وتعاوننا مع جميع الوزارات وأصحاب العلاقة في إنه أنتجنا استراتيجية كانت هي المدخل الحقيقي لتطوير هذا القطاع بشكل مبرمج وبشكل مخطط. موضوع النفايات موضوع كبير، بيحتاج كثير من الجهد، ليس فقط من الفريق الوطني والوزارات ولكن من الجمهور والحكومة.
لأنه موضوع النفايات والقطاع الخاص طبيعي مساهمة القطاع الخاص هو من 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 أهداف الاستراتيجية القديمة والجديدة. موضوع النفايات يشمل كثير من القضايا، من ضمنها زي ما احنا في غزة عندنا موضوع النفايات الردم والبناء اللي بتشكل هم كبير الموجود في المنطقة. نعم. وممكن هاي عاد تدويرها. موضوع النفايات المنزلية اللي بتعالجها الاستراتيجية وبتعالج قضايا أخرى، في عندنا النفايات الخطرة وفي عندنا النفايات الطبية وفي عندنا يعني هي مواضيع مختلفة. نتحدث عن بحر في هذا المجال. صحيح. هسه الاستثمار في هذا المجال إذا تم تفعيل دور المجتمعي وتفعيل دور القطاع الخاص سيكون في هناك آفاق كبيرة، خاصة وإنه يعني إحنا بنأخذ المادة الأولية هي بكلفة عملية التحويل اللي بتشكل على سبيل المثال يمكن من أهم المشاكل راح نعانيها في المستقبل في قصة مكبات النفايات وامتلاءها وين نروح في النفايات. احنا بنحل في عملية إعادة تدوير وإعادة كثير من القضايا، ومن ضمنها زي ما تفضل الإخوان قصة السماد العضوي. نعم. مع في قصة توليد الطاقة وغيرها من المجالات التي يمكن الاستفادة منها. نشكرك أستاذ وليد الحلايقة ونأسف لضيق الوقت، وأنت مسؤول مجالس الخدمات المشتركة سابقا. نشكركم جميعا ضيوفنا الأعزاء على الحضور والمشاركة في هذه الحلقة. أستاذ محمد حسن جبارين، أقل من نصف دقيقة، ما الذي يمكن أن تنهي به هذه الحلقة؟ يعني أنا أحب أركز على قضية، أنه أولا إحنا مساحة الأرض عندنا قليلة، المستوطنين يهاجمون يعني أراضينا الفلسطينية، مياهنا الجوفية أيضا مصادرة ولكنها معرضة للخطر. إحنا بحاجة إلى نقل تكنولوجي للنفايات الصلبة من الوضع الروتيني الراهن والمعمول به في بعض المكبات إلى نقل تكنولوجي تنموي حديث، بحيث أنه يدور دخل ويحولها إلى نعمة حقيقية لصالح الهيئة المحلية. بحاجة إلى تعاون المواطن، بحاجة إلى تعاون الهيئة المحلية، بحاجة إلى تعاون المجالس المشتركة، بحاجة إلى تعاون الفريق الوطني والوزارات المعنية، بحاجة إلى القطاع الخاص بشكل كبير جدا بهذا الموضوع، حتى كل هذا الموضوع يكون ضمن يعني آليات محترمة، وهذا معكوس بالاستراتيجية إن شاء الله تعالى، وسيكون في نقلة نوعية بإذن الله خلال فترة الاستراتيجية 2017-2022. محمد حسن جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي، شكرا جزيلا لك. نشكر ضيوفنا مرة أخرى. مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.